يا مساء الخير من حوش الغنم العزيزة. فيديو جديد جايينكم، وطبعا راح اوريكم الجفرة اللي كانت تعبانة اول ما كانت تقوم. شوفوا، تخيلوا قامت، قعدت يمكن 3 أيام او 4 أيام هي تمشي زي كذا، قامت ارجلها هذه الخلفية، بس دحين رجعت نفس ما كانت. شوفوا قاعدة تحاول تقوم، بس يلا اهم شيء انها تقدر تنتقل من مكان الى مكان، وان شاء الله الايام الجاية. كثير ناس يقولوا لي انه كانت عندهم مثل هذه الحالة وبعد فترة قامت. هذا اللي الكلبات اقصد هذا اللي الحبصيات هذه، مجرد تشوف الباب فاتح على طول تروح تفك عمرها، ما تصدق على الله. وهذه غنمنا الجميلة قاعدة تتعشى، وهذا دجاجنا. غضبان هناك كسرت الشبك مرة ثانية وطلعت، سوينا الشبك حقها من جديد وكسروا الشبك وطلعوا. خلوني اوريكم الشبك، شوفوا كيف كسروه. فاطلعوا كذا 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 كذا، شوفوا مع المعزة. ما في تطورات، يعني ما في شيء جديد. وهذا الديك اللي كنا نحسب انه دجاجة، وفجأة انصدمنا انه يأذن، دجاجة تأذن. وهذا الوز، وش بعد؟ بس والله هاي اتيسنا، سلم عليهم. ابد والله ما في ولادات جديدة ولا في يعني احداث جديدة، غير انهم عايشين في سبات ونبات وبيخلف، حيخلفوا صبيان وبنات. يلا يلا. وهذا الطريق الجميل، هذا اللي يعني جبته وقعدت ارضع عنز، والحمد لله العنز يعني رامته فما يحتاج اني انا امسكها، خلاص يرضع هو من نفسه. بس والله، وهذا الجميل ان شاء الله بنكشت عليه. هو وين راح يا ابو قصة؟ دحين يجي اوريكم اياه ابو قصة. عطنا واحدة كذا على السريع لو سمحت. يلا احسنت. هذا هو الجميل اللي قاعد يشرب، هو اللي بنكشت عليه ان شاء الله. ورنا ورنا حسنك وجمالك. هذا يلا استعرض القصة، الحركات. وبس والله كذا وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسون زر الإعجاب والاشتراك بالقناة إذا أول مرة تشوفون قناتي، وإيش اضغطوا على جرس التنبيه عشان يعني إذا نزلت فيديوهات، إذا أنتم حابين هذه الفيديوهات، فإذا نزلت فيديو جديد راح يجيكم على في الإشعارات عشان تشوفون أول بأول يعني. وبس أهم شيء بعد تدعمون.